داخل الوطن. واولا تنبارك خويا ميا محمد في كندا في موريال، وميا عز الدين، وميا عبد السلام، وتنبارك في فيلندا، وكندا فيها العائله بزاف برا. وجينا عند هذا السيد تنعرفوه من واهلي، داك الشيء عنده لقيت تنشريو من عنده كل شيء الحمد لله. وتنبارك لصاحب الجلاله حتى هو، مبارك العواشر ديالو، والله يطول لنا في عمره والله يشافيه. ايوا هذا الشيء اللي نقول لكم. ايوا والله فواكه ولا كل شيء موجود الحمد لله بثمن مناسب. عواشر مباركة، رمضان مبارك سعيد إن شاء الله علينا وعلى المسلمين جميعا. وأنا جيت من الرباط لهنايا لهذا السوق لحد اليوم، لا سميتو كانت قدا وغادية عند ولدي طاطا، وكنهدي إن شاء الله العواشر مباركة لبناتي العزيزة بنتي في أمريكا، ومولاي مهدي وراجل بنتي، وكنهدي هاد العواشر مباركة لسميتو لبنتي في ألمانيا هي وليدتها وراجلها، وكنهدي هاد العواشر مباركة لولدي في هولندا ولادو مراتو نسرين وكلشي، وكنهدي هاد العواشر مباركة إن شاء الله لبنتي في الإيطالي ان شاء الله، وجميع السي محمد ولدي ووليداته في سيدي سليمان، والعائله كامله والمغرب كامل، اخوتي اخواتاتي، والله يجعلها العواشر مباركين على جميع المسلمين، ورمضان مبارك سعيد.